مرحبا أصدقائي في درس من دروس مكون الصرف والتحويل، وكعادتنا لنتذكر ما درسناه سابقا. تعلمنا يا أصدقائي أن الفعل يتحول مع الأزمنة الثلاث: الماضي وهو زمن يدل على حدث وقع وانتهى، والأمر هو طلب القيام بشيء ما، المضارع وهو زمن الحاضر أي حدث يقع الآن. ودرسنا أيضا يا أصدقائي أنواع الضمائر: ضمائر الغائب هو هي هما، ضمائر المخاطب أنتما أنتم أنتن، وضمائر المتكلم أنا ونحن. واليوم يا أصدقائي سنتعلم بعض الخطوات التي ستسهل علينا تحويل جملة ما مع هذه الضمائر. حسنا، استمعوا إلى النص التالي: قفز المتسابق إلى المسبح بقوة، فتناثر رذاذ الماء على الجمهور. رذاذ الماء أي قطرات الماء. فراحوا يجففون الماء عنهم صارخين: انطلق يا سعد، هيا أسرع. إذن المطلوب منا يا أصدقائي هو أن نحول هذه الجملة فراحوا يجففون الماء عنهم صارخين إلى ماذا سنحولها؟ إلى المفرد. حسنا، ماذا سنفعل؟ الخطوة الأولى: يجب أن نعرف ما هو الضمير الذي حولت معه هذه الجملة. انتبهوا جيدا، فراحوا بماذا تنتهي؟ بواو الجماعة. من هؤلاء؟ إنهم مجموعة من الأشخاص، غائبون، لا أعرفهم. إذن ضمير يخص الجمع مذكر وغائب، ما هو هذا الضمير؟ أحسنتم، هم هو الضمير الذي حولت معه هذه الجملة. الخطوة الثانية، وهو أن أعرف الضمير المطلوب مني أنا أن أحول فيه هذه الجملة. إذن علينا أن نعود إلى السؤال: المطلوب منا ما هو؟ حول الجملة إلى المفرد. إذن ما هو الضمير المناسب لهذا المفرد؟ وعليه أن يكون مذكرا وغائبا. أحسنتم، هو، إنه مفرد ومذكر وغائب. الخطوة الثالثة يا أصدقائي، وهي تحديد زمن الجملة. لنقرأ الجملة مرة أخرى: فراحوا يجففون الماء عنهم صارخين. هذه الجملة تحتوي على فعلين، ما هما؟ نعم، فراحوا ويجففون. راحوا متى؟ البارحة أو الأسبوع الماضي، إذن هي محولة في الماضي. يجففون، لاحظوا الياء في البداية، أنيس تذكرونها. إذن هذا الفعل محول في المضارع الآن. إذن يا أصدقائي بالنسبة لهذه الجملة الزمن هنا لن نغيره، سنحتفظ بهما ولن نغيرهما. لماذا؟ لأن السؤال يقول أن نحول إلى المفرد، إذن أن نحول من حيث العدد وليس من حيث الزمن. إذن الزمن الأصلي للجملة سيبقى كما هو إلا إذا طلب منا أن نغير في الزمن. الخطوة الرابعة، وهي البحث عن الكلمات التي سنحولها إلى المفرد. بطبيعة الحال ليست جميع الكلمات قابلة للتحويل. كيف ذلك؟ أسهل طريقة هي البحث عن الكلمات التي تعود إلى الضمير هم. لاحظوا، فراحوا، راحوا من؟ هم. يجففون، من؟ هم. الماء، من؟ لا يمكن أن نقول هم، إذن هذه الكلمة لن تتغير. عنهم صارخين تدل وتعود على هم. إذن لدينا أربع كلمات: فراحوا، يجففون، عنهم صارخين، هذه سنقوم بتحويلها. أما كلمة الماء فستبقى كما هي. وآخر خطوة هو التحويل: فراح يجفف الماء عنه صارخا. وبهذا نكون قد حولنا بطريقة سليمة. وكخلاصة نقول، لتحويل جملة مع الضمائر نتبع الخطوات التالية: تحديد الضمير الذي أسندت إليه الجملة، تحديد الضمير الذي طلب مني إسناد الجملة إليه، تحديد زمن الجملة وعدم تغييره إلا إذا طلب مني ذلك في السؤال، وأخيرا تحويل الكلمات مع الضمير المطلوب. اكتبوا هذا الملخص على دفاتركم جهة القواعد. حظ موفق لكم جميعا، وإلى اللقاء.